حكاية جديدة من حكاوي ديزني بالمصري من تأليفي سيناريو وحوار زينة سليمان، وهي أشهر حكاية في حكايات بلاد العم سام، وهي حكاية سندريلا والأمير الساحر. يا مسرور يا سياف، انزل بفاصل على السريع قبل ما الصباح يبقى رباح، نبدأ الكلام المباح في ليالينا الملاح. وكان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في بنوتة صغنطوطة اسمها سندريلا، باباها رجل غني طيب القلب وعزيز بين الناس وما ينحني، ومامتها ست حبوبة لطيفة العشرة وطيوبة، وتربت سندريلا وسطهم على الحب والحنية، ودايما والدها يقول لها انت اهم حاجة بالنسبة ليا. وفجأة يجي مرض لعين للأم وترقط في الحين، ويجيب لها دكاترة من تركستان ومن الصين، وروحها طلعت لخالقها بعدها بيومين. وفاتت سنة واتنين، ووالد سندريلا كان لسه حزين على زوجته ومحتار هيربي لوحده ازاي بنته، وقال لازم اجيب لها ام تراعيها تاخد بالها منها وتتونس بيها. واتجوز بعدها واحدة اسمها تمادر، أرملة غنية، وقال بس هي دي، وسكنها بيته وقصره مع بناتها الاتنين هناء وشيرين، واحدة الغبا كان صاحبها والتانية الغرور والكبر راكبها. والأرملة في ثانية ممكن تقلب من بني آدم لحية، حية بتلات روس وكل راس فيهم سم ومدسوس، بس تحت الوش الناعم مستخبية. وعلى سندريلا وأبوها دخلت عليهم بحنية، واتدحلبت وتمكنت منهم لحد ما الاتنين حبوها. وكانت سندريلا فاكراها مامتها التانية والحضن الحنين اللي هتجري عليه لما زمن عليها يميل، لغاية لما والد سندريلا جاله علة ومات في الحال، وحال سندريلا وصل من ساعتها للإضمحلال، ووش الأرملة الحقيقي على طول بان، وابتدت تظهر أغراضها الحقيقية، وبدأت تعامل سندريلا كأنها خدامة، وتملكت هي من ثورة أبوها والتكية، وكانت لا بتاكل معاهم ولا تشرب ولا حتى سلمت من أذاهم. وفي يوم طلبت سندريلا من مرات أبوها فلوس عشان تشتري كتاب عجبها من الكتب اللي في السوق. تمادر قالت لها أنسيتي عزيزتي، والدك لم يترك لنا أي إرث أو أموال، أنا أنفق من أموالي التي ورثتها من عائلتي، ومتكفلة بنفقات المنزل من مأكل ومشرب وملبس، لا تحملني فوق طاقتي، ألا يكفي؟ تركتك تعيشين معنا بدل من أن أزج بك في أحد الملاجئ، فأرجو أن تحفظي هذا الجميل جيدا. سندريلا ده أصلا بيت والدي وما تقدريش منه تمشيني. تمادر أوه عزيزتي المسكينة، ألم تعرفي بعد أن والدك ترك لي المنزل في وصيته الأخيرة؟ سندريلا وصية؟ وصية إيه؟ أنا معرفش حاجة عن الوصية دي. تمادر كيف ستعرفين ذلك؟ فأنت تقضين معظم يومك مع أصدقائك من الفئران مجتمعك الحقيقي، بجانب أنه ليس من شأنك معرفة هذه الأشياء. سندريلا إزاي؟ ده ملك وإرث والدي. تمادر أوف والدي والدي والدي،
تبعبعين بالحديث والكلام ولا تعرفي ولا تفهمي حتى الكلمات التي تخرج من فمك. لقد قلت لك قبل ذلك لم يترك إرثاً أو أي شيء، فأنا من أقوم بالإنفاق على المنزل وعلى الإخوة وعلى إخوتك وعليك أيضاً، مع أنه ليس من شأني، ولكني تفضلت عليك بأن تعيشي بيننا، ليس إلا إكراماً لزوجي الراحل. سندريلا تقعد تعيط. تماضر، أوه يا لك من مسكينة، لم أكن أريد أن أخبرك بهذه الأشياء حتى لا تشعرين أنك عالة في هذا المنزل، ولكن وجودك معنا وخدمتك لنا ما هو إلا ثمن إواءنا لك، بالإضافة إلى أن عقلك صغير جدا وذكائك محدود لا يرقى لمستوانا الفكري، ذلك لكثرة عشرتك لأصدقائك الفئران ولا يرقى مستواك بمستوانا الاجتماعي، أنت عار أصلا في منزلنا. وتمسك تماضر سندريلا وتوريها نفسها في المراية وتقول لها انظري إلى نفسك جيدا في المرآة، ثيابك الرثة ووجهك المليء بالرماد وشعرك أشعث وغير مهندم، وبرغم ذلك جعلناك بيننا، والآن يجب أن تعرفي مكانك الحقيقي في المنزل. وجابت جردل ومقشة وديتهم لسندريلا وقالت لها احفظي وصادقي هذه الأشياء جيدا لأنها ستصبح جزءا منك مدى الحياة، ولكن أولا اطعم الدجاجة في العشة. ووقفت سندريلا مصدومة ومقهورة وخدت الحاجة من غير ما عليها ترد ومشيت وعنيها مكسورة وكانت في الأرض. وكملت تماضر كلامها ولا تنسي أن تنتهي من أعمال المنزل قبل موعد الغذاء. وهنا سكتت شهرزاد عن الكلام المباح وللحواديت بقية يا مسرور يا سياف انزل بفاصل على السريع. وبسرعة بسرعة خلصت حلقتنا، لكن حواديتنا ما بتخلص، ما تنسوش تبعتوا لنا مواقفكم وآراءكم واقتراحاتكم على صفحة احكي يا شهرزاد على الفيسبوك، ونسيبكم مع سلطنة أم كلثوم وأغنية القلب يعشق كل جميل. باي.